دراسة مخبرية أمريكية تحدثت عن دور الخلايا التائية في التصدي للإصابة بفيروس كورونا والحماية من السلالات الجديدة. ما أهمية هذه الخلايا وكيف تعمل؟ الخلايا التائية مكون من مكونات الجهاز المناعي، تقي من الإصابة بكورونا وتحمي من 3 سلالات جديدة هي الأكثر إثارة للقلق، وفق ما ذكر باحثون في المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية. إن سلالات معينة من فيروس كورونا قد تقوض الحماية المناعية للأجسام المضادة واللقاحات. إن الخلايا التائية التي تتصدى لكورونا لدى المصابين بالسلالات الفيروسية الأولية تتعرف تماماً على السلالات الرئيسية الجديدة التي تم رصدها في بريطانيا وجنوب أفريقيا والبرازيل. الباحثون قاموا بتحليل دم ل30 شخصاً قد تعافوا كلياً من فيروس كورونا قبل ظهور السلالات الجديدة، ومن خلال هذه العينات حددوا شكلاً معيناً للخلايا التائية التي كانت نشطة في مواجهة هذا الفيروس. كذلك درسوا آلية عمل هذه الخلايا في مواجهة السلالات الجديدة. خلصت الدراسة إلى أن الحماية التي تقوم بها الخلايا التائية ظلت فعالة إلى حد كبير، ويمكنها التعرف على جميع الطفرات الأخرى، وبالتالي تعزز هذه النتيجة من دراسة سابقة ذكرت دور هذه الخلايا الوقائية. وعلى الرغم من هذه النتيجة إلا أننا بحاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيدها، تزامناً مع مراقبة التحورات الجديدة من الفيروس التي تستطيع الإفلات من حماية الأجسام المضادة والخلايا التائية.